عشاق كرة القدم، أهلا وسهلا بعشاق كرة القدم وتحديدا الأهلي. يعني كل جماهير الأهلي وأيضا عشاق الكرة في انتظار المباراة بإذن الله غدا اللي هتكون مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي. وطبعا احنا عارفين انه نتيجة لقاء الذهاب كانت التعادل السلبي، وطبعا كان بين الفريقين، وده بالنسبة للأهلي يعني بيرجح الكفة بتاعت الأهلي، لكن في مباراة العودة هيكون هنا على أرض الاستاد، وهيكون إن شاء الله وسط 70,000 متفرج في استاد القاهرة يوم السبت بإذن الله. هنتابع مباراة الأهلي، أنا شخصيا نفسي أكون موجودة وسط 70,000 دول، لكن تمنياتنا أكيد بالتوفيق. لكن خلينا ناخد تفاصيل نتابع الموقف، خلينا نروح عبر الزوم مع الناقد الرياضي بجريدة الوطن الأستاذ محمد يحيى. مساء الخير يا فندم. أستاذ محمد. مساء الخير يا أستاذ شفكة لحضرتك. مساء الخير يا فندم. يعني خلينا كده نتفائل ونبدأ ونسأل السؤال الأول، كيف ترى الاستعدادات ووضع الأهلي؟ يعني طبعا كان نفسنا أن الأهلي يحقق نتيجة أفضل أو يكون في 1-0 على الأقل، ولكن التعادل السلبي كان أكيد بيرجح كفة الأهلي. كيف ترى أنت الوضع والمشهد هيكون عامل إزاي؟ تفضل. يعني طبعا نتيجة كانت كويسة للنادي الأهلي، العودة بتعادل سلبي من ملعب رادس، حضور جماهيري كان كبير. فريق الترجي التونسي مع مدربه كاردوزو عملوا مباراة كويسة جدا، مصطفى شوبير أنقذ واحدة من الفرص الخطيرة اللي كانت ممكن تتسبب في هدف على النادي الأهلي. فالعودة بنتيجة التعادل السلبي نتيجة مميزة للنادي الأهلي، محتاج الفوز بهدف واحد على الأقل أو بفارق هدف عن الأقل عشان يقدر إن هو يحسم لقب البطولة. فبالتالي المباراة بقت يعني 50-50، 50% 50%. طيب. فبالتالي النادي الأهلي فرصه كويسة. بعدين النهارده في خبر كويس جدا وخبر مبشر لجماهير النادي الاهلي. امبارح كان في التمرين محمد هاني ومحمد عبد المنعم اشتكوا من اصابات ما بين اجهاد عضلي وما بين شد في العضله الخلفيه، ولكن بنطمئن جماهير النادي الاهلي النهارده في التمرين محمد هاني ومحمد عبد المنعم شاركوا بشكل طبيعي في المران، والاثنين جاهزين للمشاركه في مباراه النادي الاهلي. طبعا الاهلي مش ناقص اصابات بعد غياب طبعًا. علي معلول طبعًا. بسبب الاصابه في وتر اكيلس، ربنا يشفيه وان شاء الله يعافيه، ولكن كل الفريق الباقي جاهز ان شاء الله للمشاركه امام الترجي. مباراه صعبه، مباراه مهمه، جمهور الاهلي هيكون اللاعب رقم واحد، لان صحيح. كلمه السر ان شاء طبعًا. الله في تتويج النادي الاهلي في البطوله. طبعا زي ما حضرتك بتقولي مفيش حد لاقي تذكره للمباراه، التذاكر خلصت بعد 30 دقيقه بس من صحيح. طرحها عبر موقع تذكرتي صح. والجماهير ان شاء الله تبقى في الموعد وتبقى الداعم الاكبر للنادي الاهلي. انا شخصيا كان نفسي اروح بس يعني الدنيا صعبه قوي. طيب خلينا نروح لشويه تفاصيل استاذ محمد. الترجي كان بيلعب يعني في مباراه الاياب كان بيدافع اكتر، يعني كان الدفاع هو اللي كان ظاهر في الملعب وما كانش بيهاجم. هل تتوقع انه الترجي يغير من او المدرب بتاعه هيغير من وجهه اللعب بتاعته الاستراتيجيه بتاعته ويجي يبقى مهاجم اكتر، ولا يفضل في حاله الدفاع، ولا ايه اللي هيحصل؟ خليني اقول لك ان اللي شفته من كاردوزو مدرب الترجي في مباراه الذهاب بيقول ان هو مدرب واقعي، مدرب واقعي يعني عارف امكانيات لعيبه الاهلي اعلى من امكانيات لعيبته، فبالتالي هيلعب بخط دفاع صريح ويعتمد على الهجمات المرتده. عنده اثنين مهاجمين برازيليين ما شفناهمش بشكل كويس في مباراه الذهاب، لان لعيبه الاهلي كانت الحمد لله موفقه عليهم وكعبهم اعلى منهم، وان شاء الله ده يكمل في مباراه العوده هنا في القاهره. فهو هيعتمد على سرعات الاثنين لعيبه دول، وان هو يلعب كرات طوليه في ظهر دفاع النادي الاهلي، وهيعتمد كمان اكتر على اندفاع النادي الاهلي للهجوم، الا انه طبعا هيبقى عارف ان الاهلي بيحاول يسجل هدف التقدم أو هنا في القاهرة وسط جمهور وسط 70,000، هيحاول ان هو يمتص حماس لعيبة الاهلي. اعتقد ان هو هيدافع بشكل اكبر في مباراة القاهرة، لان هو لو فكر ان هو يفتح خطوطه ويهاجم قدام النادي الاهلي هيبقى الخسارة هتبقى ممكن تبقى تاريخية بالنسبة له، لان طب هل تتوقع كمان ان كولر هيبدا بالهجوم على طول، ولا هيبقى في جس النبض اللي ساعات بيزهقنا ده في الاول؟ لا طبعا النادي الاهلي هيبدا ضاغط من بداية المباراة،
الاهلي بيلعب باربع لعيبه ضغط ضغط عالي. طبعا هيكون حسين الشحات، هيكون امام عاشور، هيكون يعني سواء هيلعب بوسام ابو علي او كهربا، واحد في الاثنين. ان كنت يعني هو كولر بيفضل ان هو يلعب بوسام ابو علي، ولكن كهربا انا شايف ان المباريات دي بتبقى محتاجاه بشكل اكبر. كهربا عنده قدرات عاليه تمكنه ان هو يقدر يعني يساعد الفريق لتسجيل الهدف، وكان الاهلي محتاجه في مباراه الذهاب. الاهلي النهارده بيرجع له كمان احمد عبد القادر، ممكن نشوفه كلاعب يعني صانع العاب مهم جدا. طب زي ما قلت انه كهربا يعني موجود واحمد عبد القادر بيرجع كصانع العاب، هل مين اللي تتوقع ان يكون نجم المباراه، مفاجاه المباراه؟ بصي انا بتمنى ان يبقى اللعب الجماعي في النهايه، لان اللعب الجماعي هيؤدي لتسجيل اكتر عدد من الاهداف، ولكن اكيد واحد زي بيرسي تاو بخبراته وقدراته ان شاء الله يكون بيقدر ان هو يسجل في المباريات الحاسمه للنادي الاهلي. كمان وسام ابو علي قدم مباريات كبيره جدا، ولكن زي ما انا بقول لك انا شايف ان كهربا لو شارك هيبقى فرصته اكبر ان هو يسجل صحيح. في المباراه دي او صحيح. يصنع لزمايله. وكمان امام عاشور مستنيين منه كتير. امام ما كانش في يومه في مباراه الذهاب، ما قدمش المستوى المطلوب، هو لعب العادي، ولكن الناس دايما جماهير الاهلي مستنيه من امام عاشور الاكتر دايما، الاكتر وان هو بكتير. مين بديل طبعا علي معلول؟ مين اكيد البديل؟ هيلعب كريم فؤاد، هو اللي شارك في المباراه اللي فاتت، فاعتقد ان كولر هيديله الثقه ويكمل بيه في مباراه العوده ان هو يلعب ناحيه الشمال. عنده اكتر من بديل، عنده كريم الدبيس، ولكن اعتقد ان كولر هيعتمد على كريم فؤاد، لان كريم فؤاد لاعب جوكر بيلعب ناحيه اليمين وناحيه الشمال، فاعتقد ان كريم فؤاد هو الاقرب ان هو يكون بديل لعلي معلول. أكيد. طيب خليني أسألك سؤال، يعني طبعا تاريخ المواجهات ما بين الأهلي والترجي بينحاز للأهلي، يعني تاريخ الأهلي هو الأكبر طول الوقت، هل تتصور بأنه إن شاء الله يكون هذا التاريخ أيضا بيكمل يعني بعد هذه المباراة في 2024؟ ان شاء الله، لان النادي الاهلي تفوقه كبير جدا على نادي الترجي. النادي الاهلي جاب البطوله قبل كده من تونس نفسها، فبالتالي ما عنديش شك ان الاهلي قادر ان هو يحقق البطوله ان شاء الله بدعم ال70,000 اللي هيكونوا موجودين والملايين من الجماهير اللي هتبقى بتتابع المباراه عبر الشاشات. لعيبه النادي الاهلي لازم بس تكون على قدر المسؤوليه وحاسه بالشعور اللي حضرتك بتقولي عليه، ان انت ايوه نفسك تكوني موجوده في الملعب، نفسي جدا. كل واحد فيهم يبقى حاسس باحساس جماهير الاهلي اللي نفسها تشوف فريقها رافع كاس البطوله مين للمره المهاجم ال12. استاذ محمد، مين المهاجم اللي انت متصور انه هيبقى اسد المباراه؟ مين والله في وسط اتمنى بقى كلهم الكواليس يكونوا دي؟ اسود، اتمنى كلهم يكونوا اسود، ولكن وسام ابو علي وسام قدم ابو علي مستوى كويس جدا مع الاهلي، اتمنى ان هو يلعب مع جنب كهربا والاثنين نشوف منهم اهداف كتير. وسام هو يعني راس الحربه اللي كان الاهلي بقاله كتير بيدور عليه، واخيرا لقى مهاجم فلسطيني شاب قدم مستوى كويس جدا مع النادي الاهلي، نتمنى ان هو يترجمه لاهداف في المباراه النهائيه. شفناه سجل في المباراه قبل النهائي قدام مازيمبي هدف عالمي، ان شاء الله نشوفه قدام الترجي بيسجل هدف برضه ويقود النادي الاهلي للفوز بالبطوله رقم 12 في تاريخه. أكيد يعني أستاذ محمد يحيى، أتمنى إن شاء الله إنه يعني الأهلي يحافظ على تاريخه وعلى اسمه، وإن شاء الله يفوز بهذه البطولة ويؤكد على تاريخه دايما طول الوقت. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد شكرا. يحيى الناقد الرياضي بجريدة الوطن. 70,000 متفرج يعني هيكونوا موجودين داعمين للنادي الأهلي، ده غير بقى اللي هيبقوا أمام الشاشات بيتابعوا النادي الأهلي، وكلنا هنبقى موجودين بنشجع الأهلي وثقتنا في الأهلي كبيرة. إن شاء الله يمتع الجمهور ويقدر يحقق النتيجة اللي تكمل تاريخه المشرف طول الوقت.